بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هشوف مثال عملي على برنامج الداينامو، هو ان انا هرسم مجموعة من الدوائر مختلفة نص القطر، يعني نص القطر بتاعها ممكن يبقى مرة واحد، ممكن يبقى اتنين، يبقى تلاتة، ويبقى في التناسق بينهم، يعني مثلا في نقطة فيهم صغيرة واللي حواليها أكبر سنة واللي بعديها أكبر سنة وهكذا، تمام. فهقول له هنا بالراحة كده، هقول له أنا عايز أرسم سيركل. طيب هو بيقول لي انا رسمت لك دايره، هو افترض ان الدايره المعلومات بتاعتها ان الكوردينيت بتاعتها بزيرو زيرو زيرو، وافترض ان الريدس بتاعتها بواحد، هو افترض كده مفيش مشكله خالص. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز بوينت باي كوردينيت، فاديله واقول له خد النقطه دي، حصل اختلاف ما حصلش اختلاف، لان هو مفترض برضو ان دول الاكس والواي والزد بزيرو. فاقول له سيكونس، سيكونس يعني ايه؟ يعني ابتدي برقم معين مثلا صفر وانتهي بمية، واللي بينهم ابدأ خد بقى صفر واحد اتنين تلاتة. لو انا هبقى الخطوة بتاعتي الستبس بتاعتي واحد واحد واحد، ممكن اخليها اتنين 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 تلاتة تلاتة تلاتة. فاقول السيكونس ده خليه في الاكس والواي زي ما انت شايف، ماشي في الاكس وماشي في الواي، تمام. طيب ممكن اجي هنا اقول له ايه، انا عايز دي تبقى نمبر عشان اقدر اتحكم فيها اكتر. تمام هقول له ده النمبر بتاع ده البداية بتاعتي، وهقول له النهاية بتاعتي هتبقى مثلا خليها مثلا 20، ده الاماونت بتاعي، تمام. هو هنا بدأ يرسمهم بالشكل دوت الحاجات المشتركة، فأنا ممكن أجي هنا أقول له إيه، لأ خليها كروس، يعني في الإكس والواي في نفس الوقت تبقى حاجة بالشكل دوت، تمام. طيب محتاج ان انا اصغر نص القطر عشان تبقى معقولة، هقول له الستبس بتاعتي نمبر وليكن مثلا اتنين او تلاتة، تمام. طيب بعد كده اعمل ايه، هاجي هنا اقول له انا عايز استخدم امر فلاتن، ده بيبقى لو انا عندي كذا كذا سلسلة بيوحدهم مع بعض، فاقول له فلاتن، خلي ده هنا وخلي ده هنا، تمام. طيب عايز بقى اديله الريديوس، فهشتغل على ان انا اقول له كود اديله رقمين وخليه يقسم بينهم اكس على واي سيمي كولن، لازم سيمي كولن، اقول له ده خد الريديوس من اكس واي وزد، فبيقول له انت مش مديني اكس واي، انا كده بقسم على حاجه مش حقيقيه، تمام. فاقول له لا اقسم على الرقم اللي انت عايزه، نمبر سلايدر اهو، ده الواي خلصنا منه. طيب محتاج بعد كده اديله امر اللي هو جيومتري ديستانس 2، المسافه من الجيومتري والجيومتري دي، خد دوت اهوت وخد من الفلاتن ده الجيومتري، ماشي. محتاج ان انا اقول له المسافه بينهم قد ايه، فهقول له خد بوينت معينه هي دي النقطه الاساسيه بتاعتك وابدا اشتغل عليها. طيب هاجي اقول له الاكس والواي، هو الرقم بقى كبيره فانا عايز اظبطها بسرعه، تمام. خلينا اقول له نتحكم هنا اهوت في الرقم اللي اتقسم عليه، تمام. طيب دي نقطة اللي هي صغيرة، وبدأ يكبر بدأ يكبر يكبر لحد ما وصل لأرقام كبيرة، أقدر أتحكم في النقطة ديت إن أنا أقول لأ اطلع درجة، بقت النقطة دي هي الأساسية، هي دي اللي صغيرة واللي بعدها أكبر شوية أكبر شوية لحد ما توصل لحاجة ضخمة جدا، تمام. ممكن نحركها في الإكس وفي الواي بالشكل دوت، خلينا نشوفها بطريقة أفضل هيت. هاجي هنا اقول له حركالي النقطة اللي بتتحرك في النص، واللي حواليها بيبقى اكبر منها حاجة بسيطة، واللي بعد كده بيبقى كبير جدا، تمام. طيب هقول له هنا الرقم اللي هتقسم عليه بحيث انها تبقى اصغر شوية تبقى بالشكل ده، وبرضه انا بتحكم في العدد وهتبقى موجودة فين،
تمام. هنا انا بتحكم في الرقم القياسي اللي هيوصل ليه، وهنا بتحكم في نقطة البداية بتاعتي، وهنا بشوف اللي هتبقى هنعد من كام لكام. فلو خليت مثلا 4 تمام هتلاقي بقى بالشكل دوت.